السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحل النهائي لحل مشكلة توقف كل مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة على مستوى العالم، فيسبوك، انستجرام، واتساب. امتى ممكن يرجع التواصل او يرجع استخدامها مرة تانية؟ سبب العطل ده ايه؟ واول رد طبعا من شركة فيسبوك على المستخدمين اللي قدموا كمية بلاغات رهيبة جدا جدا علشان هذا الامر. خلينا نصلي على رسول عليه الصلاة والسلام وهقول لحضراتكم السبب والحل، بس عايزة اقول كلمتين. انتهزوا الفرصة، مش لازم طول الوقت قاعدين على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن يكون ده يعني سبب كده، خلينا نتكلم مع بعض، نستشير. يعني حاسة ان طول الوقت كلنا قاعدين على كل المواقع، يمكن ده حاجة تخلينا على الاقل نتكلم مع بعض فترة اطول. سامحوني ان الكلمتين دول ملهمش لازمة بالفيديو. طبعا تعرضت خدمات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب وانستجرام للانقطاع فترة طويلة، بقالها دلوقتي اكتر من 3 ساعات. طبعا تمتلك شركة فيسبوك جميع الخدمات التلاتة اللي طبعا كل المستخدمين معرفوش يتواصلوا ليها عبر اجهزة الكمبيوتر او طبعا التليفونات. وطبعا في حالات كتيرة جدا جدا وبلاغات اكتر من 80,000 بلاغ عن انقطاع الخدمة من مستخدمي تطبيق الواتساب بس، واكتر من 120,000 بلاغ طبعا من مستخدمي الفيسبوك. طبعا في كتير جدا كمان على انستجرام، وقالوا ان الموضوع ده اثر على حسابات كتيرة جدا من المستخدمين، وبعض الاشخاص بلغوا عن المشكلات طبعا ولكن بدون جدوى. فيسبوك قالت: نحن على دراية بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها ومنتجاتها طبعا في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن الإزعاج. قالت: إمتى بقى ممكن يحصل الموضوع أو يرجع تاني؟ قالوا: خلال 3 ساعات القادمة إن شاء الله أو ساعتين هيكون المشكلة اتحلت، لانها على مستوى العالم يا جماعة المشكلة هتتحل، لانها طبعا مشكلة كبيرة وادت الى مخاسر مادية كبيرة جدا جدا بسبب الانقطاع طبعا عن مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وانستجرام والواتساب. خلينا ننتهز الفرصة ونقرب لبعض اكتر ونتكلم مع بعض اكتر، وان شاء الله المشكلة هتتحل. ما تحاولوش تحذفوهم، لان ممكن لو حذفتوهم يحصل مشكلة في انكم تستردوا المعلومات اللي كانت عليهم مرة أخرى. بشكر حضراتكم جدا، واستنوا الفيديو الجديد في أخبار جديدة. سلام عليكم.